بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. شهر رمضان شهر الخير والبركة، وتبرز فيه أهمية الجار في هذا الشهر المبارك، حيث وصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق الجار في هذا الشهر المبارك وفي كل الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي سيدنا أبا ذر الصحابي الجليل، يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. تبرز أهمية هذا التعايش وهذا التعاون والتكاتف فيما بين المسلمين في قضية التبادل فيما بينهم بالإفطار، الطعام، حتى تسود المحبة والألفة. فهذا يعني من الأمور التي حببها الإسلام وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأهمية الجار أيضا تكمن في أننا لا نؤذي جيراننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لجاره. وقال عليه الصلاة والسلام: وأقسم ثلاث مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذن الجار له حقوق عظيمة، وقسمها العلماء بأنها له ثلاثة حقوق. جار له ثلاثة حقوق: حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. الجار المسلم القريب، وجار له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام، وجار له حق واحد هو الكافر الذي هو له حق الجيرة. فإذا علينا أن نراعي ذلك ولا ننسى الحقوق فيما بيننا وحقوق الجيران، وفي ولا سيما ونحن في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر الخير والبركة والمحبة والألفة بين المسلمين، حتى يسود الأمن والأمان والمحبة فيما بيننا. علينا أن نراعي ذلك ولا ننسى حقوق جيراننا ولا نؤذي الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رفعت إليه المرأتان الأولى كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤدي الفرائض لكنها تؤذي جيرانها، فلما قالوا: يا رسول الله، هذه أوصاف هذه المرأة لكنها تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها وعملها، إنها في النار. أما الثانية فإنها كانت تؤدي الفرائض فقط وما تستطيع أن تؤديه لكنها لا تؤذي جيرانها، قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تعامل مع جيرانه حتى اليهود، كان له جار يهودي ومرض هذا اليهودي، ورغم أن هذا اليهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما مرض هذا اليهودي عاده النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم هذا اليهودي وحسن إسلامه. وكذلك ذاك الغلام الذي أيضا كان جار للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما مرض عاده النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالإسلام، لكنه نظر هذا الغلام إلى والده كأنه يريد الإذن من والده، فاليهودي قال له: أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الجار اليهودي الغلام وحسن إسلامه، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هذا الغلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا جيرة محترمة، جيرة إسلامية تؤدي الحقوق وتراعي حق الجيران في كل وقت، وبخاصة في شهر رمضان المبارك علينا أن نراعي ذلك. عسى الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويفرج عنا ما نحن فيه وما نعاني منه، و
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.